اهلا بيكم معانا في اولى حلقاتنا واولى رحلاتنا من برنامج رحله سعيده. كلنا بنحب الرحلات، وطبعا كلنا اكيد بنحب السعاده، واسعد الاوقات بنقضيها مع اكتر ناس بنحبهم وبيحبونا، اهلنا. في برنامج رحله سعيده بنستضيف اسر كامله، بنقعد مع بعض، نتكلم مع بعض، نلعب مع بعض، وناخدهم رحله، يسمعوا حواديت، يعرفوا حكايات كتيره جدا. مهم جدا جدا الوقت اللي بنقضيه سوا مع بعض، والكنز اكيد في الرحله. رحلة سعيدة دايما بيبقى معانا أسرتين، والنهاردة أسرتنا نوروا وشرفوا ومستعدين علشان يبدأوا رحلتنا النهاردة. فيلا بينا أعزائي المشاهدين، يعلن برنامج رحلة سعيدة عن بدء أولى رحلاته. يلا بينا عشان نلعب بسرعة. اهلا بيكم معانا مره تانية، ويلا بينا بقى نرحب على طول بضيوفنا ونبتدي على طول في الموضوع ونخش نعرف ايه الاسامي، ونبتدي من يمين عائله الاستاذ عمر. استاذ عمر ازيك، عامل ايه؟ كويس. ايه رايك تنزل ايدك كده وتورينا اسمك ايه وعندك كام سنه وتتكلم كده؟ اي اتفضل. انا عندي 7 سنين. فير 2. وانا اسمي عمر. وشقي عمر. بلعب كوره. وباسكت بول. وخلاص كده. رياضي انت؟ وشقي ولا مش شقي؟ نص نص. نص نص، انا اعرف النهارده نص نص ولا لا. ماشي اتفضلي. كندا. كندا، عندك كام سنه يا كندا؟ عندي 11. 11 سنه. طب عرفيني على نفسك اكتر. بحب الفولي والكيك بوكسنج. اوكي. والرسم ساعات برسم حلو. ساعات بترسمي؟ بتعملي حاجات فنيه تانية غير الرسم؟ ممكن الون ساعات. ماشي اوكي. ماما. انا اسمي شاهي، انا كنت بشتغل مع الولاد في في المدرسه اساتذه مسؤوله انضباط. بس يعني اخبار الانضباط عندكم ايه في البيت؟ لا حلو ولطيف. لا حلو. لا لطيف. هنشوف في رحلتنا النهارده. اكيد مش هيحرجوني. ان شاء الله. ولا ايه؟ ان شاء الله. ايوه. تامر. تامر ابو سعود. ايوه. كيميائي بشتغل في فصل الغازات. عندي 41 سنه. ومسؤول عن الاسره الظريفه الجميله دي. عمر فاهم بابي بيشتغل ايه؟ بيشتغل شغل عادي. الشغل العادي اللي هو ايه؟ فاهم يعني ايه كيميائي؟ لا مش فاهم. صح؟ اوكي هنتكلم في الموضوع ده بعدين. الاسره الثانيه بقى استاذ احمد، نبتدي بالاستاذه لميتا. اسمي لميتا احمد الجندي. ايوه. عندي 8 سنين. بريمير. بمثل. ياتي. وبلعب جمباز وباليه. وطعمه قوي. اوكي استاذ ياسين. ياسين احمد الجندي. عندي 11 سنه. في جريد 6. بمثل وموديلنج برضو. بتحبوا الفن انتوا، واضح ان انتوا ايه عيله فنيه جدا. واحنا داخلين في مسرحيه. مسرحيه. لا هتقعد تحكي لي الموضوع ده ارجوك. اوكي. وبوكسنج. ماشي. بوكسنج. تلعب بوكسنج. هنشوف الحاجات دي كلها النهارده. نيلي صلاح. ايوه. ليسانس اداب. وبلعب بوكسنج مع ياسين. حبايبي احيانا يعني. بس بتلعبوا بوكسنج مع بعض؟ هو اقوى مني صراحه. استاذ احمد. احمد الجندي سيفل انجينير، بزنس مان، وبعود القصه زي ما انت شايفه. بوكسنج عشان يعرفوا يتعاملوا معايا. طب احنا واضح ان في هنا ميول فنيه وهنا ميول رياضيه مبدئيا، صح كده؟ طيب هنشوف النهارده الميول الفنيه والرياضيه هيعملوا ايه.
بس قبل ما نبتدي رحلتنا احب ان انا اقول لكم شويه حاجات لازم نبقى ملتزمين بيها خلال رحلتنا، شويه قواعد كده. اول قاعده من القواعد بتاعتنا ان احنا النهارده مش ناويين نمسك الموبايلات بتاعتنا خالص، اوكي؟ يس يس. عجبك الفكره دي؟ معلش بقى معلش، ما ينفعش الاب هو اللي يبقى متضايق، احنا عايزين نقعد مع بعض بقى، فمعلش النهارده. تاني حاجة إن إحنا لما نلعب أي لعبة هنلعبها في الاستوديو بتاعنا الحلو ده والعالم بتاعنا الحلو ده لازم نشيل ورانا ونروق ورانا الحاجات. معرفش تعملوا كده في البيت ولا لأ؟ لأ لأ، بس هنعملوا كده هنا، هنعمل كده هنا مع بعض عشان بس نبقى واضحين. لا لا لا، ما اتس نوت ان اوبشن. انا اسفه ان هو قاعده وشرط عشان نبتدي الرحله بتاعتنا، فانا اسفه ان انا بقول لك ده هيحصل كده كده. اوكي اوكي. في الوقت اللي احنا بنلعب فيه بقى اطفال بس، في عندكم وسائل مساعده. اولا استدعاء ولي امر، وده هيبقى احلى استدعاء ولي امر ممكن ان انتوا تستخدموه علشان هم يبقوا بيساعدوكوا ان انتوا تكسبوا في لعبه، فده هيبقى حلو جدا. او الشرط الثاني ان انتوا هتغنوا، فاحنا نستحمل بقى ونغني مع بعض، اوكي؟ اهم حاجه بقى اخر قاعده عندنا يا استاذ انت وهو، ان احنا ما عندناش لعب فيه عنف خالص، ما بنستخدمش العنف خالص. تحبوا نعرف هنعمل ايه النهارده؟ يلا بينا. يس طيب، أولاً هنبدأ بشوية أسئلة كده متنوعة، وبعد كده نسخن يعني، وبعد كده نخش على لعبة التوازن اللي محدش بيكسب فيها، وبعد كده إحنا طبعاً عارفين إن إحنا في عصر التكنولوجيا فعاملين حسابنا، وعندنا لعبة لذيذة جداً مع الـ VR، وبعدين نروح نسمع حدوتة حلوة جداً مع ماما سماح، وبعد كده هنقعد نلعب بقى ألعاب مفاجأة هفاجئكم بعد يعني ساعتها بقى نعمل إيه، وبعد كده عندنا جزء تاني من الرحلة هيبقى في العاب التسعينات اللي هي بقى نشوف بابا وماما هيتألقوا فيها ازاي، وعندنا العاب التحدي تشالنج بقى كل الاسره هتبقى بتشترك فيها، وبعدين هنطبخ، هنخلي ماما النهارده بقى تريح شويه ونطبخ احنا بقى مع بعضينا احنا كده. خش في المطبخ ونعمل حاجه. كل يوم بقى بفطار يا ولد، هتساعدني بقى وهنعمل حاجه لذيذه ومفيده اكيد. اوكي. وكمان اكيد هنبقى بنلعب بالبلاي ستيشن عشان احنا برده مش ناسيين ده. ها، وهنسمع حدوته حلوه جدا من التاريخ بتاعنا مع يحيى وكنوز. اوكي. وعندنا كونكت فور كمان يا جماعه خطيره، دي اللي هنختم بيها دايما. اوكي؟ انا هل انتوا جاهزين عشان نبتدي الرحله بتاعتنا؟ جاهزين. جاهزين؟ ليتس جو. ريدي ريدي يعني؟ طب عايزه اعرف بقى مين جاهز اكتر؟ مين؟ طيب اما نشوف. طيب هنشوف بقى انتوا عارفين بعض قد ايه، ودي كده ايه هنتعرف على بعض بشكل يعني مختلف. طبعا احنا قعدنا معاكم قبل التصوير وعرفنا بعض الاجابات، فهنشوف انتوا عارفين عن بعض ايه. اوكي، هوجه سؤالي الاول للاسره اللي على يميني. استاذ تامر، ايه اكتر كرتون كندا بتحبه؟ هو اكتر حاجه بلاقيها شغاله في البيت جامبل. جامبل، برافو. ايه يا ماما اكتر كرتون عمر بيحبه؟ عمر بيشغل الكرتون بس ما بيتفرجش عليه، بس هو بيحب مستر بين، صح؟ وايه كمان؟ ما قالش كده. ايه ده، ما قلتش مستر. الله، الدنيا بس لسه. طيب ايه، امال اللي بيبقى شغال ده بيبقى شغال لوحده. طب بفكر كده، حابة اتفرج جامبل. جامبل برضه؟ برضه. طيب شفتي بقى ماشي على خطى اخته. انا بروح اجي الاقي حاجه مختلفه. لا والله واضح ان احنا زي الفل جدا جدا. طيب هسال استاذ احمد، ايه اكتر كرتون ياسين بيحبه؟ هو عموما بيحب الانيميشن. ماشي، ايه بقى اكتر يعني كرتون؟ اجابه ديمقراطيه مش هاخد بينها حاجه. اعتقد ماما داكس. عارفة. داكس او داكتس حاجه كده. داكستر يعني. ايوه بالظبط، بس يعني ماشي. صح. ماما انت بتقولي لا. انت بتقولي ايه؟ بقول يا اما دراجون بول يا اما بليك جوكو. انا اسفه ان بابا عارف اكتر. نللي بابا عارف اكتر. ده كرتون نللي مش انمي. اوكي انا ما اعرفش. طب ماما لميتا بتحب تتفرج على ايه؟ لميتا بتحب تتفرج على مسلسلات. لا، في كرتون بتحب تتفرج عليه. توم اند جيري؟ لا مش توم اند جيري. مش عارف، هالك ولا مين؟ ايه قولي. فتيات القوة. فتيات القوة يا ماما، فتيات القوة. ماشي، نسأل سؤال هنا اهو ونقول ايه اكتر شخصيه انمي او سوبر هيرو عمر متعلق بيه جدا وبيحبه جدا؟ سبايدر مان. ايوه سبايدر مان. ماما ايه اكتر سوبر هيرو او شخصيه انمي كنت بتحبها؟ سوبر هيرو معروف على فكره. سوبر هيرو عندي منها كل حاجه. بص لها كده، بص لها شوفي. هاري بوتر. ايوه هاري بوتر، صح. ايوه عندي منها كل حاجه. ايوه بقولك بص لها كده هتعرفي متاثره بايه. هاري بوتر طبعا. ماشي ماما نيلي، قولي لي ايه اكتر سوبر هيرو متاثر بيه الاستاذ ياسين؟ جوكو.
ايوه برافو. بابا لميتا. ماميا. لا لا لا، حاجه كيوت كل البنات بتحبها جدا. بنزل. عندها عالم. سندريلا؟ لا طبعا. وبنزل؟ انا عرفت، انا عرفت اللي عندها عالم. انت عرفتي اصلا؟ هي عرفت مش عارفه معاكي وعرفت. ها قولي ايه طيب؟ اليسا؟ لا مش اليسا. لا مش اليسا؟ ايه ده كل ما حدش عارف؟ ايه ده؟ قولي لهم انت يا لميتا. عندها عالم؟ باربي. باربي يا جماعه، باربي بتحب باربي. انا باربي. ماشي اوكي. طيب نسال سؤال تاني، ايه اكتر مكان بيحب عمر يروحه في الاجازه؟ اكيد يروح يلعب كوره. بابا؟ هو عمر بحب ايه؟ لا كندا. كندا؟ بتحب تروح فين؟ جدا 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 جدا. ما تغششوش يا كندا شايفاكي. لا بتروح بتحب مكان تصيف يعني مصيف. إيه؟ فين اكتر مصيف بتحبه؟ الغردقه، الساحل. لا ايه؟ السخنه. لا لا برضه قبل كده. بتسافري فين؟ الساحل. الساحل. ايوه ماشي كندا. عايزه تتوقعي في الكلام. ماشي كندا لذيذ لذيذ الكلام ده. يلا نقول هنا ياسين بيحب يروح فين؟ يسافر يروح فين؟ جبان. لا جوه مصر. هنا جوه مصر. لا جوه مصر. بيحب يروح فين؟ الغردقه. الغردقه. ماما عارفه. ولميتا؟ الغردقه برضه. غردقه برضه؟ والله شاطرين جدا جدا جدا. طب واضح ان انتوا يعني انا حاولت ان انا اوقع بينكم وحاولت ان انا ايه اعرف اذا كنتوا انتوا عارفين بعض ولا لا، بس خلينا نخش بقى في ايه في الاسئله السريعه. عندنا بقى في الاسئله السريعه دي حاجات لطيفه جدا، عندنا اختيارات هديكم اختيارات، وعندنا انا مين يعني هقول لكم انا مين يعني كده. وفي صح وغلط. خلاص حلو. نركز بقى مع بعض ونتشاور بسرعه جدا مين اللي هيجاوب، طبعا الاسرع يعني، بس مين اللي هيجاوب عشان ايه ما نخشش في كده. ماشي. السؤال الاول هيروح لاسره عمر. اوكي. انا المعروف بفك رموز الهيروغليفيه المصريه. انا المعروف بفك مين المعروف بفك؟ ديلي سيبس. ديلي سيبس. لا اختيارات فين؟ ما فيش اختيارات. دي انا مين؟ نابليون؟ لا نابليون. لا. ايه؟ لا لا كان ايه حجر ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ مين؟ مين؟ مش نابليون. مين؟ اقول هول؟ اقول؟ اقول انا؟ خسرتوا انتوا. فرانسوا شامبليون. 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 هو شامبليون. ماشي اوكي. السؤال الثاني، انا الدولة التي لديها اكبر عدد من الاهرامات في العالم. مصر. لا كده هيبقى السؤال سهل كده. انا انا هم هم انت انت ما ينفعش ده دور السودان. برافو. السودان فعلا الدوله اللي فيها اكبر عدد اهرامات في العالم. السؤال اللي جاي، انا الدوله التي استضافت اول كاس عالم لكره القدم. لا بقى لا لازم تقولي يا عمر. البرازيل. لا مش البرازيل. ايه كمان؟ قولي يا عمر. ارجنتين. جنبها جنبهم اورجواي. اورجواي. برافو بابا شاطر. نايس اوكي. دي اقل حاجه عندي. ايوه قال لك اقل حاجه عندي. انا الدوله التي اقيمت بها اول العاب اولمبيه. دي اصلا العاب اولمبيك. اولمبيك. اولمبيك جيمز. سيدني. 10 ثواني. سيدني. لا 9. يابان. 8. يابان. اليابان. 7. لا الصين. 6. لا 5. روسيا. 4. تقريبا. لا 3. اثنين. 1. اليونان. عادي. ماشي اوكي. ايوه صح. معلش كده هنا سقط سؤال وهنا سقط سؤال متعادلين. طيب اختاروا حد من عندكم بسرعه جدا يعمل مهمه جايه. رحله سعيده. بصوا بقى يا حلوين يا طعمين، دلوقتي ده البول بتاعنا. ماشي. في جوه كور كتير زي ما انتم شايفين، بس في كوره بتاعت هاندبول لونها ازرق مختلفه تماما عن الكور دي واكبر. انتوا هتلبسوا النظارات دي وهتنزلوا تغوصوا ونشوف مين فيكم الاول اللي هيطلع الكوره. اوكي. رحله سعيده. تشجيع بقى. يا دين يا دين. برضكم لقيتوها. يلا اسرع يا كندا. اسرع يا جماعه. يلا يا بنات شوفين بنت الاسرع هيطلع في الاخر. مفيش صوره. كندو ده. برافو كندا شطوره. والحمد لله كمان ما وقعناش اي كور بره. يلا لكس نساعد بعض. كندا وقعنا دلوقتي كور بره بس هنلمها بسرعه عادي جدا. شكرا يا عمر. عمر جه يساعد لميتا. يلا برافو. يلا انزل. حلوه قوي 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 قوي. ايوه برافو يا عمر. يلا نرجع تاني.
ونشوف اللي بعد. يعني بعد ما كندا هي اللي كسبت التحدي الاولاني، هنشوف بقى الاسره الثانيه هتشد حيلها ولا لا، وهنشوف ياسين كمان ولا ميتا هيعملوا ايه. بس جاهزين الاسرتين عشان نخش على الاسئله اللي بعدها؟ صح وغلط، يلا صح وغلط يعني لازم بقى سرعه جدا جدا جدا. اوكي يلا يلا هشاور على الاسره. يجب ان تحتوي الوجبه الغذائيه المتوازنه على المشروبات الغذائيه. لا صح. لا صح طبعا صح. ايه ده؟ قلت صح اول واحد. وانت قلتي غلط. انا خدت بقى الام بقى، انا خدت بقى هنا الام اللي تاخد بكلامها. الام بيتاخد بكلامها. طب نعمل ايه؟ انتوا صح ولا غلط؟ شايفين ايه؟ صح صح اكيد يعني. ماشي اوكي. السؤال الثاني، الاطعمه المقليه صحيه اكتر من الاطعمه المشويه؟ غلط غلط. برافو. مين قال اه؟ مش عندهم. السؤال الثالث، ارمسترونج اول واحد طلع على القمر مين؟ أرمسترونج. غلط. لا صح صح غلط. اعمل ايه يعني؟ اخد ايه دلوقتي؟ المفروض تاخدي اول اجابه. اخد الغلط. لا إيه؟ لا صح. غلط ولا صح؟ غلط غلط, غلط. للاسف هو صح. ايه ده؟ كنت انا جماعه انا بقول صح. طيب خلاص مش احنا قلنا مش هنتخانق. دافينجي هو اللي رسم الموناليزا. صح صح طبعا. سمك القرش هو الكائن ذو الدم الازرق. غلط. لا غلط. امال مين؟ الدولفين. لا الاخطبوط. اكتوبس. برافو الاخطبوط. السؤال هنا، الحوت الازرق هو اكبر حيوان على وجه الارض. صح. برافو، ايه الشطاره دي. ماشي، في مهمه ثانيه، اختاروا من عندكم حد بسرعه، اختاروا من عندكم حد بسرعه. ياسين و عمر. عمر يلا تعالى جرب يا عمر. ماشي، شايفين دول؟ تعالوا بصوا، واقف كده جنبي وانت واقف جنبي، وكل واحد هياخد الاطواق دي، وكل واحد هيحاول يحط الطول طبعا بتجيب جون في المسلسل. اوكي نبتدي. استنى 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 بعمر. يلا يا عمر. عمر تجيبها في الاصفر. يلا يا عمر. لا تجيبها في الاحمر. برافو. يلا يا عمر بيلخبطك. يلا لا لازم الخبطك. الله على الاسره اللي بتشجعوا لي. يلا يا عمر. يلا يلا ركز فوق. عمر لا حاول تدخلها انسايد. برافو مش بعيد. اوكي يلا اه زي كده. يلا يلا ولا اي واحده دخلت ما شاء الله. فوق شويه. انا شويه وارميها كده. ماشي كده يا عمر كده ولا اي كده. كده بقى يا ياسين ما تجيش. الحمد لله. يلا نلم بسرعه الاطباق ونرجع مكاننا، ولا اي حد نجح في المهمه دي خالص. ماشي نخش على الاختيارات. تعالوا يلا تعالوا بقى نقول الاختيارات بتاعتنا. شكرا جدا جدا جدا. جاهزين؟ السؤال للاسره دي، مخترع تقويم ال 365 يوم، الامريكان المصريين اليونانيين؟ المصريين. اليونانيين. اخر كلام؟ برازيل. يلا بقول لك الامريكان المصريين اليونانيين. اليونان 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 اليونان. ممكن بالانجلش. المصريين صح. ممكن بالانجلش. ايه اللي اخترع ال 365 يوم؟ اللي اخترع انجلند. نوت انجلند، ايجيبت. يو نو مصر. ماشي مصر. اه يلا السؤال ده، مخترع الهاتف جراهام بيل ولا نيكولا تسلا ولا تايلر فرانسورث؟ جراهام بيل. لا وفي ثقة. ماشي اللي بعده. صح. الدولة اللي عاصمتها بغداد، سوريا، الأردن، العراق؟ العراق. العراق طبعا. أنت ليه بتجاوب على أسئلة مش معانا؟ إجابات مش معانا. طيب عاصمة أسبانيا، إشبيلية، برشلونة، مدريد؟ برشلونة. يا ابني يا ابني يا ولاد برشلونة. مين؟ برشلونة. برشلونة؟ لا مدريد مدريد سوري. اخد اني هنا مدريد. ايه يعني مدريد اخر كلام؟ اه مدريد. ماشي. عدد اللاعبين الاساسيين في فريق كره اليد؟ سبعه سته خمسه. 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 غلط. سبعه. سبعه. الدوله التي لم تغيب عن كاس العالم لكره القدم، انجلترا، فرنسا، البرازيل؟ ما غابتش ولا مره. انجلترا. البرازيل. البرازيل اجابه صحيحه. فاصل ونرجع نكمل لعبنا تاني على طول. برافو. رحله سعيده.
دلوقتي بقى ميعاد اكتر لعبه بحبها علشان ما حدش بيكسب فيها طبعا. اللي انا بقوله ده شر رهيب، بس هل انتوا جاهزين يا اسرتين عشان لعبه التوازن دي كل الاسره هتشارك فيها؟ جاهزين؟ اما نشوف، هنشوف بقى مين اكبر عدد من افراد الاسره بتاعتكم هيعرف يعدي بسلام وامان. اختاروا يلا حد من عندكم. يلا يلا لميتا. لميتا اول واحده. يلا لميتا هفهمكم بقى. تعالي يا استاذه لميتا، تعالى يا استاذ عمر، يا سلام، تعالى اقف جنبي هنا ولميتا تبتدي. بصي بقى يا استاذه لميتا، شايفه المعلقه دي؟ حضرتك هيبقى فيها الكوره دي وهتطلعي هنا اهو وهتعدي بيها، ومفروض ان الكوره دي ما تقعش وانت بتعدي وانت نفسك ما تقعيش، اوكي؟ اما نشوف هيحصل ايه. واحنا هنيجي انت هتقف جنبي انت بقى هنا. استني ايه؟ زي احنا هنحرك هنا، هنحرك هنا تاني؟ اه. ليه؟ يلا ابتدي من الاول. صعب. معلش هيبقى صعبه، بس هنشوف بقى مين هيكسب في الاخر. انت خدتيها من غير الكوره؟ يلا خدي. تعالى هنا اقف جنبي هنا، تعالى نشجعها. يلا بينا؟ جاهزه؟ اوه يلا شجعوا بقى. لميتا هتقع. حسبي لميتا. شكلها نفسها اللي هتقع. هتكمل. هتقع. برافو برافو يا لولو. برافو بجد برافو. برافو لميتا برافو. ايوه لازم ترجعي. يلا. برافو يا لولو. هتكمل وشكلها هتطلع شطوره. الكرة هتقع؟ كرة هتقع؟ حسبي لميتا. شباتم فعالي عظيم عظيم. برافو لميتا. يلا خد معلقتك. شكرا. لميتا عرفت تكسب. اصلا انت مش عارف تطلع اصلا. ما يا ولد انا احطها لك اوكي. يلا يا عمر ركز، بص قدامك. عمر شكلك هتقع يا عمر. صعبه عمر. لا يا عمر مش صعبه خالص. صعبه قوي يا عمر. يلا يا مرمر. يلا يا مرمر حبيبي. يلا والله تقدر. تقدر 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 يا عمر. معلش. يلا مين اللي جاي؟ انا. يلا تعالى يا سي. شطوره. اتفضل معلقتك. ايوه فورتك. كده لميتا عدت، عمر ما عداش. هنشوف ياسين هيبقى زي اخته ولا لا. يلا معلش يا عمر. هاردك المره الجايه. ارجع ياسين. ارجع ياسين. ارجع يا حبيبي. يلا اللي بعده. تعالي كده. معلش كده واحد واحد. هل كنت هتقع زي اخوها ولا هتكمل؟ حد هيشيل حد بقى. البنات شكلها شاطره جدا في الحلقه دي. لميتا كانت شاطره وكندا شكلها شاطره، بس الكوره هتقع ولا ايه؟ الكوره هتقع ولا ايه؟ برافو يا كندا. ايوه برافو كندودي. برافو برافو. الروح الرياضيه. الروح الرياضيه عظيمه. لا حزبي. يلا يلا حزبي. يلا حزبي بالراحه. انت في الساحل اختصي يا كندا. اوعي يضحكوكي. برافو يا كندا. قربتي قربتي قربتي. برافو. الحمد لله. يلا نشوف بقى الابهات والامهات. اتفضلوا. نشوف بقى موميا تبقى زي كندا ولا زي شوف بقى عمر طالع لمامته ولا كندا طالعه لمامتها. يلا بابا فين؟ عشان ماما شكلها اسرع واحده خالص. وشاطره ماما بشكل رهيب. يلا يا بابا. يلا يا بابا وراها على طول. يلا يلا يا بابا. يلا بابا هيقع. بابا هيقع او الكره هتقع. يا نهار ابيض. الستات عذرهم اكتر والعنصر النسائي مسيطر في الحلقه دي. معلش يا بابا عايزك. عمر طلع طالع لبابا. يلا يا بابا بتاع الفريق تاني. رحله سعيده.
نشوف بقى العنصر النسائي مكمل توازن ولا ايه؟ يلا يا ستات رمانه الميزان. يلا يلا يا ماما. يلا يا ماما. يا ماما نوع ولا ايه؟ يلا يا ماما. برافو يا ماما. برافو يا ماما. برافو ماما. برافو ماما. برافو. خلي بالك الكره تقع. اوعي الكره تقع. ولا كده كده اخرها تقع. احنا نوع من ولا اكنك سامع حد. برافو ماما. ماما شكلها هتعملها هي ولاد. برافو ماما. برافو. برافو مامي. يا سلام. وهعديها لك يا مامي. خش يا ماما. شكلك كده هتقع. هو احنا عرفنا ان الموضوع ايه عند الستات في اللعبه دي. عمود نور. مش عارفه اطلع اشتري. تعرفوا التوازن اللي عند السيدات. مش تعرفوا. هيا بنا. هيا بنا. يلا يا بابا. مني لو وقعوا. ايوه. هنقع. شكلنا هنقع جدا. ايوه ايوه. ده بجد بجد الرجاله اثبتوا يعني عدم توازنهم تماما. سوري بابا. سوري بابا. برافو امهات جدا. برافو بنات. برافو جدا جدا جدا. يلا بينا نجهز. هنلم الكور دي ونجهز على طول للعبه الفي ار. هنرجع لكم تاني. يلا بينا. لسه مكملين رحلتنا وطبعا عاملين حسابنا في رحله زي دي ان احنا يبقى عندنا الالعاب التكنولوجيه وده بقى وقت وميعاد الفي ار. استاذ ياسين واقف الحقيقه جاهز لابس كل المعدات. هو مش شايفنا بس احنا شايفينك. لعبت قبل كده في ار ياسين؟ لا لا. طب متحمس؟ طبعا. دي اول مره. طيب مبدئيا كده دوس بلاي ويلا بينا نبتدي على طول مع ياسين. جو ياسين. جو جو ياسين. المفروض ان ياسين يبقى بيخبط على الظهر ده وفي نفس الوقت انا طبعا بتوتر معاه. المفروض ان البوكسز دي هو يبقى يعدي من تحتها او من جنبها. فهنشوف ياسين هيعدي من ايه. برافو ياسين. وهيخبط كام عدد من الظهر؟ اسرع يا اسرع. اسرع. بابا بيقول لك اسرع سينو. برافو. برافو ياسين. والله شطاره شطاره حلاوه طعامه. اي ياسين. برافو. عمر مش هيرحمها. عمر حاسب ياسين. حاسب. صعب قوي اللي بيحصل ده. انا نفسي بتوتر. برافو ياسين. وتزيرو يمين وشمال وفي النص. وقربنا ولا ايه يا جماعه؟ قربنا نكسب. شكلنا قربنا نكسب. شكلنا قربنا نكسب. وياسين ابتدى يفهم اللعبه اكتر. ياخد جراه اكتر. يتحرك يمين وشمال اكتر. برافو سينو. برافو يا ياسو. برافو. والله بابا بيشجعك جامد. اسرع يا ياسو. اسرع 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 اسرع. ويمين وشمال وعلى طول. اوه خد دول. برافو. يلا يا ياسو. ضربه واحده قاضيه. برافو. اخسر اخسر. مين بيقول له اخسر اخسر؟ ليه يا عمر كده؟ فين الروح الرياضيه؟ برافو. سينو كسب. تعالى وريني نفسك يا عمر. مش بتقول له اخسر اخسر. برافو 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 سينو. ايه كانت حلوه؟ كانت تحفه. اخيرا شفت الحقيقه. اخيرا شفت الحقيقه. مش شايف ولا والتعاون. ما انت مش هتشوف اي حاجه. مش شايف. لا مش شايف كويس. هتشوف بقى ده. شايف كده؟ اه. جاهز؟ شايف بلاي؟ اعمل ايه؟ ده هتدوس على بلاي وهتبتدي. ده؟ ايوه ده. دوس بلاي وحاول تدوس على الظهر. يلا ركز يا عمر. يلا يا عمر. يلا. اه والله شاطر. حاسب يا عمر. يا غلامي. برافو. شمال شمال. حبيبي برافو. الله. برافو. ماشي. لا لا خليك. الله الله الله. يمين وشمال وفي كل حته. حاسس. لا يا عمر. لا 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 ما تسمعش. طب نط نط نط. برافو برافو برافو. بيحاولوا يلخبطوه بس هو مركز جدا. برافو. والله شاطر. برافو يا مرمر. برافو يا مرمر. واحده ايه؟ يمين وشمال وهم. تعالى بس تعالى اجري وراك. اعمل ايه؟ حس. ماشي. تعالى حبيبي. ايوه ايوه. روح يا حبيبي. ايه ده ده. برافو والله. ايوه شاطر يا مرمر. اهي واحدة يمين واحدة شمال. اهي اهي في النص. اهي مع اللعبة. برافو برافو برافو. ما تركزش مع اللي بيلخبطك. برافو يا مرمر. والله مركز جدا انت كده. ايوه مرمر. تعالى كده مرمر. تعالى كده. يلا بينا. ايوه يلا. شاطر والله. شاطرة وحلاوة وطعامة. ها
اهم قدامك قدامك. برافو. أربعة اهم، اتنين، واحد. لا برافو، برافو يا عمر. برافو. والله برافو. أول مرة تلعبها يا عمر؟ لا. جايش، يبقى أنت اكسبرت بقى. إيه ده؟ مش عمر شكله كسب ولا إيه؟ برافو عمر! شطارة وحلاوة وطعامة ولذاذة. طيب خليكم معانا بقى علشان دلوقتي الوقت الحلو جدا جدا جدا، عشان هنروح نسمع حدوتة حلوة خالص من ماما سماح ونرجع نكمل لعبنا تاني. يلا بينا؟ يلا. اهلا بيكم يا اصحابي برنامجنا رحله سعيده. انا ماما سماح، وفي كل رحله هحكي لكم حكايه جديده. حكايتنا النهارده في مكان جميل جدا كلنا بنحبه. حكايتنا النهارده في البحر. كلنا بنحب البحر، بنروح في الصيف نلعب في البحر ونتبسط مع بابا وماما واخواتنا واصحابنا. والنهارده البحر كان مستني كل اصحابه اللي بيجوا كل صيف عشان يلعبوا معاه. البحر كان كمان مستني مروه. مروة كانت كل سنة بتيجي في البحر تلعب مع حاجات كتير جداً موجودة في البحر كلنا بنحبها وبنلعب بيها. زي إيه مثلاً؟ زي الموج. الموج كلنا كده أول ما بنقف في البحر وبيجي علينا بنتبسط وبنقعد نتنطط كده ونبقى فرحانين جداً. كمان حاجة تانية مروة بتحبها وبتلعب معاها وكل أصحابي بيحبوها وعندهم الأدوات بتاعتها، الرمل. كلنا بنحب نلعب بالرمل ونعمل ايه؟ بنعمل بيه اشكال زي الارض. نعمل اشكال جميله، نحفر بالجاروف ونملى الجردل بالميه من البحر ونقعد نحفر ونعمل اشكال جميله ونبقى مبسوطين ان احنا بنبني من الرمل بيوت وبنعمل من الرمل اشكال حلوه قوي زي اشكال السمك والحاجات اللي بنشوفها في البحر. كمان حاجه جميله جدا كانت بتحبها مروه في البحر وهي القواقع الجميله اللي الوانها حلوه اللي بتبقى موجوده، والبحر دايما الامواج لما بتيجي بيبقى جواها كتير من القواقع بترسي على الشط ومروه تقعد تجمعها وهي واصحابها يقعدوا يبدلوا القواقع مع بعض. حاجه كمان مروه كانت دايما كل سنه لازم تجيبها معاها وهي رايحه البحر، الطياره الجميله اللي كانت تطيرها فوق فوق فوق، وكل ما تعلى الطياره تبص مروه للسما وتضحك وتبقى مبسوطه. كل الحاجات الحلوه دي كانت مستنيه مروه. بس مروه ما جاتش السنه دي. معقوله مروه السنه دي ما تجيش؟ كلهم قعدوا يسالوا فين مروه؟ مروه جت؟ معقوله مروه ما جاتش؟ النورس قال لهم انا الوحيد اللي هقدر اعرف مروه جت ولا لا، انا هطير وهدور عليها في كل مكان. انا كمان زيكم بحب مروه لانها كل سنه لما كانت بتيجي كانت بتعلمني اغنيه جديده وانا كمان بقعد اغني لها اغنيه جديده من اغاني البحر اللي انا بحبها. احنا عارفين ان النورس ده طائر دايما بنشوفه في البحر، بيبقى شكله حلو لونه ابيض ودايما موجود كده، نشوف المراكب والنورس طاير فوقها ويبقى شكله حلو قوي قوي قوي. طار النورس وفضل يطير يطير وفجاه لقى مروه. الله، مروه اهي، مروه اهي موجوده. بس مروه السنه دي ما كانتش بتلعب معاهم لانها كانت مشغوله بحاجه تانيه ماسكاها في ايديها ومش عايزه تسيبها ابدا. الموبايل. مروه قاعده على البحر وماسكه طول الوقت الموبايل تبص فيه. معقوله ايديها توجعها وكمان عينيها توجعها وكمان ودانها توجعها لانها حاطه سماعات في ودانها وبتسمع موسيقى عاليه جدا. النورس قرب منها وقال لها يا مروه انت هنا يا مروه، احنا كلنا بندور عليكي. بصت له مروه وقالت انا هنا، بس خلاص انا ما بقتش محتاجه العب معاكم، كل اللعب اللي كنت بلعبها معاكم موجوده على الموبايل بتاعي. مسكت النورس وقال لها بس احنا كنا بنتبسط واحنا بنلعب سوا، فاكره الموج يا مروه؟ قالت له عندي برضو موج على الموبايل. طب فاكره الاغنيات اللي كنا بنقولها؟ قالت له عندي كل الاغنيات على الموبايل. طب فاكرة الطيارة الحلوة اللي كنت بتطيريها؟ عندي طيارة برضو على الموبايل وبطيرها. عينين مروة ما كانتش باصة للبحر، كانت باصة لإيه؟ شاشة الموبايل. التليفون. وإيديها ما كانتش بتلعب مع الرملة، كانت بتلعب على إيه؟ التليفون. على زراير الموبايل. وودانها ما كانتش سامعة لا صوت النورس ولا صوت البحر، ودانها كانت بس سامعة إيه؟
الأغاني. الأغاني اللي على الموبايل ده كلام يا مروة. النورة صراحة قال لهم خلاص مروة نسيتنا، مش عاوزة تلعب معانا من ساعة ما بقى معاها الموبايل ده، وهو خلاص خلاها تنسى كل أصحابها. بس إحنا مش هننساها، إحنا برضو هنستناها، وأكيد في يوم من الأيام مروة هتعرف إنها فعلاً إحنا وحشناها وهي وحشتنا. وقفت مروة شوية وقالت أتمشى شوية كده على البحر. مين اللي كان مستني يراقب مروة ويشوف؟ هو القنديل. لا مش الحوت، القنديل. قنديل البحر. إحنا عارفين يا أصحابي إن قنديل البحر ده مؤذي جداً، ولما بنشوفه على طول بنجري ونبعد عن المكان اللي هو موجود فيه. وكمان هنا عنده سن. لكن السنة دي مروة كانت منتبهة للقنديل يا ترى؟ لا كانت منتبهة؟ لا كانت باصة بس على الموبايل. قنديل البحر بقى فرحان يقول أول مرة مروة ما تاخدش بالها مني. مين اللي من بعيد كان شايف القنديل؟ النورس. النورس. يا مروة بسرعة يا مروة بعيدي. سمعته مروة؟ أبداً ما سمعتش، لأنها حاطة في ودانها السماعات. يا مروة يا مروة القنديل بيقرب منك. الموجة بسرعة بسرعة تيجي وعايزة تقول لمروة يلا يا مروة يلا يا مروة اتحركي. أبداً مروة مش عايزة تتحرك لأن بصة بس في الموبايل. في ثانية قرب القنديل من مروة وأي حصل إيه؟ عدها القنديل قرص مروة. مروة لما اتحركت إيه اللي وقع بقى في البحر؟ الموبايل. اللي وقع في البحر الموبايل. يا خبر معقولة؟ إيه ده؟ قنديل البحر أول مرة القنديل يقرصني. طبعاً يا مروة أول مرة القنديل يقرصك لأنك مش بصة ومش منتبهة. أنت قاعدة على البحر بس مش شايفة ولا حاجة حواليكي، بصة بس على شاشة الموبايل. النورس بسرعة بسرعة قال لازم ننقذ صاحبتنا مروة، لازم ننقذ صاحبتنا مروة. جري جري بسرعة النورس وراح جاب من عند الصياد اللي موجود عند البحر، قال له ممكن استلف منك ليمونة؟ احنا عارفين يا اصحابي لما لا قدر الله القنديل يقرصنا لازم بسرعة المنطقة اللي اتقرصت نحط عليها يا شوية خل يا اما ليمون عشان يسكن الألم، وفي الوقت نفسه يخلي الالتهاب او الحاجة الوحشة اللي عملها القنديل تروح بسرعة. السمك أخد الليمون وبدأ يعمل إيه في رجلين مروة بقى؟ يعصرها على رجليها. أيوة يبدأ يعصر الليمون على الحتة اللي وجعت مروة في رجليها. مروة بدأت تحس إنها ارتاحت، قالت الله أنا كده مرتاحة، أنا مبسوطة قوي إن نورس قدر ينقذني. كمان الريح جت وبسرعة بسرعة حركت الموج خلت القنديل يبعد بعيد خالص خالص عن المكان اللي موجودة فيه مروة. يعني مين بقى اللي أنقذها لما القنديل قرصها؟ ومين كمان؟ الموج والنورس هما اللي أنقذوا مروة لما القنديل قرصها. الموبايل اللي أنقذها؟ لا. الموبايل هو اللي أنقذها؟ لا. هنا مروة عرفت إن عمر الحاجات اللي ربنا خلقها حوالينا الطبيعية الجميلة الموبايل يقدر يعوضنا عنها. يعني الموبايل كان هو السبب إن القنديل قرص مروة، لكن لو كانت منتبهة وبصة للبحر وبصة حواليها ما كانش القنديل قدر يقرب منها، صح ولا غلط؟ صح. صح. مروة بعد كده سكتت وقالت أنا أسفة يا أصحابي، أنا عرفت النهاردة بس إن مفيش حاجة خالص تقدر تعوضني عنكم. صحيح الموبايل ممكن ألعب عليه بس في البيت شوية صغيرين، لكن طول ما أنا في البحر لازم ألعب واستمتع وأعمل حاجات من الرملة وألعب مع الموج وأطير طيارتي الجميلة فوق فوق فوق، والريح تساعدني وتفضل ترفع الطيارة لفوق وأنا أضحك. ويلا بقى بسرعة أنا خلاص من بكرة هاجي بدري وهنلعب سوا تاني زي كل سنة. روحت مروة، وتاني يوم الصبح أول ما الشمس طلعت نورت الدنيا راحت مروة فين؟ على البحر. راحت على البحر ولعبت مع مين؟ صحابها. صحابها بقى اللي هم النورس والرملة والموج وكمان إيه؟ الطيارة. وبسرعة بسرعة قعدت مروة تعمل أشكال جميلة جداً من الرملة وتفرجها لأصحابها وتقول لهم شفتوا أنا عملت إيه النهاردة؟ أنا النهاردة عملت بيت جميل جداً جداً وزينته كمان بالقواقع الحلوة اللي أنا جمعتها. البحر والموج والنورس والرملة كلهم كانوا فرحانين بصاحبتهم مروة، ومروة عرفت إن كل حاجة ليها وقت. نروح البحر
نروح الجنينة، نروح أي مكان جميل، لازم نسيب الموبايل ونتبسط بالمكان اللي إحنا موجودين فيه، ونبقى مبسوطين إن إحنا خرجنا شفنا الشمس، شفنا المكان الجميل اللي إحنا بنلعب فيه. ولما نروح البيت ممكن نقعد شوية صغيرين على إيه؟ الموبايل. الموبايل. أصحابي، دي النهاردة قصة مروة اللي عرفنا عملت إيه لما كانت موجودة في البحر، وعملت إيه مع أصدقائها اللي كانت بتلعب معاهم كل سنة على البحر. قبل ما أسيبكم عايزة أعرف من أصحابي اللي كانوا معايا النهاردة إيه رأيهم بقى في قصة النهاردة؟ حلوة. حلوة؟ طب إيه أكتر حاجة عجبتنا فيها؟ الموج. الموج، وإيه كمان؟ الطيارة والنورس. في حد فينا بيعمل زي مروة لما بيروح البحر؟ لا. في حد فيكم بيعمل زي مروة لما بيروح البحر؟ لا. يفضل باصص على الموبايل وما يلعبش وما ينتبهش للحاجات اللي حواليه؟ لا. ماما خلاص احنا عرفنا دلوقتي مروة لما فضلت ماسكة الموبايل حصل لها ايه. كل أصحابي حلوين وشاطرين، ودايما لما بيروحوا أي مكان هيبقوا بيلعبوا بيتبسطوا ومش طول الوقت عينهم على شاشة الموبايل. دي كانت قصتنا وعرفنا فيها كل اللي حصل لمروة. هشوفكم بقى في قصة جديدة وحلقة جديدة ورحلة سعيدة وحكاية من حكايات ماما سماح. بعد ما سمعنا الحدوته الحلوه بتاعت ماما سماح، احنا لسه هنا محضرين لعبه حلوه جدا جدا جدا. جاهزين؟ جاهزين. لسه جاهزين ومتحمسين؟ متحمسين. طب بصوا بقى، دي لعبه اسمها المتاهه. احنا عاملين لكم طبعا بالمكان الحلو ده زي متاهه كده، والمفروض ان كل فريق يبقى معاه كوبايه، ما حدش يحرك الكوبايه دي، وكل فريق معاه بالونه. انتوا الفريق الاحمر ماشي، ممكن تساعدوا بعض يعني، والفريق الاصفر المفروض ان انتوا تنفخوا البالونات دي، وبعدين البالونه بتطلع هواء، الهواء هيحرك الكوبايه، ولازم تعدي من المتاهه. هنشوف مين هيعدي اسرع من التاني وانهي فريق هيكسب. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. ريدي ستادي جو. يلا برافو، كوبايه وقعت، هنبتدي من الاول. يلا برافو، كانت هتقع عند عمر. برافو، روحي ساعديه ساعديه. راحت هناك خالص. هنرجع بقى. ايه راحت هناك اصلا. ماشي برافو ياسين، برافو برافو كندا، بيساعدوا بعض. برافو 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 كندا، برافو كندا، برافو كندا. يس يلا يلا، خلي ياسين. لميتة عامله قلق. عمر برضو، برافو عمر، برافو يا لميتة، قوي قوي، تيم ورك خطير هنا. نايس، برافو يا كندا. شكلهم شكل لميتة هتوصل الاول يا عمر. برافو يا كندا، شكل كندا هتوصل اسرع. برافو 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 ياسين. ياسين هيخش. اوه دخل في نفس الوقت. ماشي تعالوا كملوا كملوا، هنشوف. لازم ترجعوا عند الناحيه الثانيه، هنشوف بقى تعملوا ازاي. كل واحد شايف كوبايته. دون تاتش. يلا يلا ياسين. تعالوا كده، تعالوا كده، تعالوا من هنا، تعالوا من هنا ياسين. يا ياسين جت هنا تاني، تعالي هنا لميتة اهي، كوبايه اهي، كوبايه اهي، تعالي هنا هنا. يلا شو انت بتحطها هنا ليه؟ احنا عايزين نحطها هنا تاني. ايوه احنا عايزين نعديها. برافو ياسين شاطر. انت عمال تطلعها يا عمر. يلا برافو كندا. عمر ركز ياسين، احنا عايزين نطلعها من هنا. عمر عايزين نطلعها من هنا. كندا هنا. يلا برافو برافو لميتة، برافو، تيم ورك خطير. يلا برافو كندا، انا اللي هعمل. يلا اهو يا كندا كانت في مكانها. تعالي من هنا، تعالي من هنا. يلا ماشي لميتة، ارجعي مكانك. برافو لميتة، تعالي هنا، تعالي هنا، تعالوا من هنا. برافو ياسين، برافو ياسين، برافو ياسين. كندا برضو برافو. كندا شكلها هتقرب. عمر روح لكندا. ياسين شكله برافو 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 برافو. الفريق الاحمر كسب طبعا المره دي، بس احنا لسه مكملين لعبه على الترابيزه. يلا بينا نلعب اللعبه الثانيه على طول. يا
يعني اللعبة التانية بقى مفروض إنها سهلة جداً، بس بتعتمد على المشاركة والسرعة. هنعمل إيه بقى يا أولاد؟ كل واحد هياخد كوبايات، الفريق الأحمر والفريق الأصفر، هتبنوا بيها هرم. وخليني أقول لكم إن القاعدة بتاعت الهرم مكونة من 5 كوبايات. المهم إن إحنا هنشوف مين هيبني الهرم أسرع. بس لما تبنوا الهرم لازم تقولوا خلصنا. لما تخلصوا بنا الهرم هنشوف مين هيلم الهرم أسرع. فهمنا؟ أوكي؟ أوكي. جاهزين؟ جاهزين. ماشي، يلا بينا. ريدي ستادي جو. يا سلام يا سلام. انا قلت لكم، القاعده الاولى. لا ده الله، برافو. هو من 5 كوبايات، برافو. الفريق الاحمر حلو قوي، حلو جدا. دان برافو. الفريق الاصفر قال دان ولم بسرعه الكوبايات، ولسه الفريق الاحمر ما بناش اصلا، وها قد فاز الفريق الاصفر اللي بعده. دلوقتي بقى جه ميعاد اللعبة التالتة، واللعبة التالتة محتاجة كبار شوية، فمعانا الأستاذة كندا ومعانا الأستاذ ياسين. بس عايزة أفكر وأقول لكل المشاهدين إن اللعبة اللي احنا بنلعبها دي كلها تقدروا تلعبوها في البيت وتعملوها في البيت، لأنها حاجات بسيطة جدا جدا. معانا إزازتين، والمفروض إن حضراتكم هتبقوا بتقلبوا الأزايز. لو وقفت، لو وقعت وقفة يعني، الكورة هتتحرك ناحية اللي وقفها. لو ما وقفتش أو فضلت تقع مش هتتحرك في مكانها وهتفضل في مكانها. لازم نشوف الكورة هتروح ناحية كندا ولا ناحية ياسين. جاهزين؟ يلا بينا. ريدي ستادي جو. كندا. اوكي. كندا تاني. كندا تاني يا ياسين. كندا تالت يا ياسين. ياسين جابها. ماشي. كندا راب. ماشي. ياسين. ياسين عمال يجيب اهو. ياسين بنلحق عند اخر حتة. كندا احنا هنفضل هنا كتير. ماشي اهو اهو. ياسين جابها قبل كندا على طول. كندا جابتها. ياسين جابها تاني. بيقولوا ياسين جابها تاني. ماشي تاني. ها ياسين. اوكي. كندا. اي كندا. فاضل واحدة يا كندا. اهو ياسين. كندا ياسين. مفيش ولا اي حاجه بتيجي. انا 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 كندا. لا 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 اهي. ها اهي ياسين. كندا. ها كندا كسبت. كندا كسبت. برافو كندا. مشاهدينا وصلنا لنهاية الجزء الأول من رحلتنا، بس رحلتنا لسه مكملة. بكرة هتلاقوا نفس الأسرتين وهتلاقونا مكملين لعب بقى وتحديات وحاجات كتير جدا 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 مع بعض. استنونا بكرة وما تروحوش في أي حتة، ويا رب تبقوا اتبسطتوا جدا جدا النهاردة زي ما احنا اتبسطنا ولعبنا لعب كتير قوي 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 قوي. ما تروحوش بكرة في نفس الميعاد في حتة تانية، واتفرجوا على رحلة سعيدة.